Eat shit. How's that? Eat shit. Eat shit. Eat shit. Smug smile. Definitely eat shit. يا ابو ساعتك بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ بكلمك انت طبعا. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمله مراجعه هو فيلم نايفز اوت. نايفز اوت واحد من الافلام اللي كانت منتظره في سنه 2019، وهو من البطوله الجماعيه لدانيال جريك، توني كولات، كاثرين لانفورد، جيميلي كورتيس، ومايكل شين، كريستوفر بلامر، كريس ايفنس، انا دي ارمس، وكيث ستانفيلد، ومن كتابه واخراج رايان جونسون اللي احنا شفناه قبل كده افلام زي ستار وورز ذا لاست جيداي ولوبر. دور احداث الفيلم حوالين جريمه قتل بتحصل في القصر بتاع عائله ثرامبي. كل افراد الاسره بيتم استدعائهم في يوم من الايام علشان يتم التحقق معاهم في جريمه القتل علشان نعرف مين القاتل. نوعيات القصص البوليسيه دي كنا بنشوفها دايما في التلفزيون واحنا صغيرين، وكان من اشهرهم اتنين من اهم المسلسلات اللي عرضت في تاريخ التلفزيون، كان منهم كولومبو اللي اتعرض اكتر من 13 سنه، وفي مسلسل تاني كان مشهور جدا اسمه ميردر شي روت. المسلسلين دول اللي كانوا مخلينهم من اكتر المسلسلات اللي انجح في التاريخ في التلفزيون ساعتها، كانوا علشان بيجيبوا جرائم القتل وبيحلوا جريمة القتل في الاخر، حاجة كده شبه ديتكتيف كونان احنا عصرناها لما كنا صغيرين. بس المسلسلين دول بالذات كانوا الناس فعلا كانت بتتابعهم، بالذات المسلسل بتاع كولومبو كان الناس بتحب تتفرج عليه جدا، الناس اللي بتحب تتفرج على جرائم القتل ويعرفوا مين القاتل في الاخر. قليل قوي لما كنا بنشوف المسلسلات دي او الكتب البوليسية اجاثا كريستي كنا بنتفرج عليها في التلفزيون، ونادرا جدا لما كان بيتحول القصص البوليسية دي او بتاعت الجريمة كنا بنتفرج عليها في السينما. اخر الافلام اللي كانت نزلت سينما حوالين جريمة القتل هو فيلم Murder on the Orient Express، اللي كان فيه برضو نجوم كبيرة جدا موجودين في الفيلم، كان منها جوني ديب، وكان منها بنالوبي كروز، وليام ديفو، كان فيه ممثلين كتير جدا، وميشيل فايفر. انا الفيلم ده بالنسبة لي كان عجبني جدا، لان انا من محبين نوعية الافلام دي جدا، من سلسلة افلام اسمها هودانت. هودانت دي التصنيف بتاع الافلام بتاعت الجرائم اللي هو بيبقى فيه جريمة قتل وفي الاخر بنعرف مين القاتل. السنة الجاية هيبقى فيه برضو الجزء الثاني بتاع Murder on the Orient Express، وهو فيلم Murder on the Nile، وهذا الجزء الثاني بتاع ديتكتيف بوارو اللي هيبقى معمول في مصر. معرفش بقى هيتم تصويره في مصر فعلا ولا هيتم تصويره في الخارج، وهيبقى فيه من الممثلين الاثنين اللي معروفين لحد دلوقتي هم جال جادوت وارمي هامر، لسه الكاست لسه مش عارفينه، تقريبا ديتكتيف اركيل بيرو هو هيبقى هو نفس الممثل. انا عن نفسي حابب ان انا اتفرج على القصص دي يتحولوا لعمل سينمائي، واحب جدا اني اتفرج عليها لان انا جدا من محبينه، ولما كانوا بيجي في التلفزيون ساعات كنت بلقط كده حلقات، بس انا المسلسلات ما كانتش بتيجي معايا سكه قوي في التلفزيون لما كانت بتيجي، بحب اكتر الافلام، يعني ما بحبش ان انا استك المسلسل واقعد اتفرج عليه كل يوم، وممكن الحلقه ممكن تخش لها في حلقتين ثلاثه واربعه علشان اعرف في الاخر مين القاتل، انما هو فيلم بيبقى اخره ساعه ونص ساعتين وبتعرف في الاخر مين القاتل على طول. اختيار الممثلين في فيلم نايفز اوت كان حلو جدا، وبالذات دانيال جريك اختياره كان عظيم جدا في الدور ده، حتى اللكنة اللي كان بيتكلم بيها كانت حلوة جدا، لان احنا دايما متعودين على دانيال جريك هو جيمس بوند، فاخيرا شفناه في دور تاني غير جيمس بوند في الدور اللي هو عمله ده، وبصراحة الدور ده كان مفاجئ جدا بالنسبة لي. نفس الموضوع بالظبط لكريس ايفنز، اخيرا شفناه في دور تاني غير افلام السوبر هيرو اللي كان بيقدمها لنا الفترات الاخيرة بتاعت افلام مارفل، عالم مارفل السينمائي، في دور كابتن امريكا. كريس ايفنز برضو عمل دور حلو جدا، وبرضو نفس الحوار زي دانيال جريج ما كنتش متوقع ان هو يعمل دور زي كده. انا دي ارمس لسه شايفين فيلم ليها من كام سنة هو بليد رانر 2049. بليد رانر هو واحد كان برضو من انجح الافلام اللي كانت نزلت سنتها. انا دي ارمس اخدى دور كبير قوي في الفيلم ده، دول بالنسبة لي كانوا احسن تمثيل في المجموعة بتاعت فيلم نايفز اوت. الباقي الممثلين عملوا دور حلو بس انا كنت متوقع اكتر من كده، وبالذات من مايكل شانن، كنت متوقع من مايكل شانن اكتر من كده،
واحد من اكتر الادوار اللي كانت عاجبتني مايكل شانون هو كان فيلم نوكتورنال انيمالز، بس في الفيلم ده ما كتشدنيش قوي كدور كان هو عمله. هو بالنسبه لي كان احسن ثلاثه، كان كريس ايفنز وكان دانيال جريك وانا دي ارمس. نايفز اوت بالتاكيد واحد من اجمل الافلام في سنه 2019، واللي بيحب فعلا افلام الجرائم يتفرج عليه ومش هيندم تماما. بالنسبه لي نايفز اوت تقييمه هو 8.5 من 10. اكتبوا لي تحت في الكومنتس الناس اللي بتحب الافلام بتاعه الجرائم الفيلم ده عجبكم ولا لا، والسنه الجايه هل انتوا فعلا منتظرين ميردر اون نايل ولا لا، وهل هيبقى احلى من ميردر اون اورينت اكسبرس ولا ميردر اون ذا نايل هيبقى احلى. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على الفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.